السلام عليكم اخوتي واخواتي، مرحبا بكم اليوم في حلقة جديدة من حلقات الشيف نور الدين كوكينغ. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا طريقة تحضير ديال طبق السوسيس بالخضر. كيجي واحد الطبق اللي هو لذيذ لذيذ بزاف، ان شاء الله تجربوه وينال الاعجاب ديالكم كما العادة. الى عجبكم ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناة باش توصلوا جديد الوصفات. خليوا لي التعليقات ديالكم حل الوصفة ديال اليوم، وما تنساوش الحملة اللي دايرين اننا نوصلوا قناة الشيف نور الدين كوكينغ ل 100,000 ابوني. ودابا غادي نخليكم على المقادير وطريقه التحضير. بالنسبه للمقادير غادي نحتاجوا عندي هنايا ثوم بودره، ونحتاجوا الابزار، عندي هنا شويه ديال الزيت النباتيه، عندي هنا حبه ديال الطماطم وشويه ديال القزبر، وغادي نحتاجوا بصله كبيره نقطعها على شكل طولي، وكذلك غادي نحتاجوا الصوصيس. انا عندي هنا كيلو قل ربع. دابا غنبداو طريقه التحضير في شي مقله او في طاجين او فاش ما بغيتو. غادي ندير شويه الزيت النباتيه، غادي نديرو البسطه ديالنا وغادي نقلبوها مزيان حتى تشحر. بعد ما تشحرات غادي نزيدو ثوم بودره، اللي ما عندوش ثوم بودره يمكن ليه يستعمل فص ديال الثوم يحكو في حكاكه رقيقه. غادي نزيد دابا البزار الابيض، انا عندي بزار ابيض ما كاين حتى مشكل من ناحيه البزار، تستعملو حتى الاسود صافي. وغادي نحركو مزيان تبل البصله ديالنا. دابا غادي نزيد الحبه ديال الطماطم والقزبر اللي مقطع، وغادي نحرك مزيان حتى يتحركوا او حتى يتخلطوا المكونات كاملين بهذا الشكل هذا. نتوما كما كتشوفوا فوق النار دائما تكون متوسطه. غادي نزيد دابا على بركه الله الصوصيس. بالنسبه للصوصيس يمكن لكم تستعملوا اي نوع ديال اللحم، انا نستعمل ديال اللحم، يمكن لكم تستعملوا ديال الدند او الدجاج. المهم تاكدوا ان الصوصيس يعني زوين. دابا غادي نزيد الصوصيس ديالي، وغادي نبقى نقلبه شويه بشويه بهذا الشكل هذا. انتوما كيما كتشوفوا غير بالخاطر غادي نبقاو نقلبوه مزيان حتى يطيب. انتوما كيما كتشوفوا لمدة 5 دقائق بهذا الشكل هذا. دابا غادي نبقاو نقلبوا الصوصيص ديالنا لمدة 10 دقائق يعني حتى يطيب، يعني بالعافية مهيلة. انتوما كيما كتشوفوا، وهانتوما بعد ما دازت 10 دقائق انتوما كيما كتشوفوا الصوصيص ديالنا راه وجد. دابا غنخليوه غير يكحمل الماء وغادي نقدموه في طبق ديال التقديم. وهذا هو الشكل النهائي ديال الصوصيص ديالنا، كيجي بهذا الشكل هذا، كيجي رائع رائع رائع. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا. انا زينته بشويه ديال الزيتون الاسود والزيتون الاخضر. ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم وتجربوا. الى عجبكم كما العاده ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وتشتركوا في القناه باش توصلوا بجديد الوصفات. ما تنساوش الحمله اللي دايرين اننا نوصلوا قناه الشيف نور الدين كوكينغ ل 100,000 مشترك. والى اللقاء الى حلقه مقبله بحول الله.